بعد أن وصلنا إلى آخر نقطة على حدودنا الشمالية عند بلدة حالة عمار، عدنا إلى داخل مملكتنا متجهين جنوبا على الطريق الدولي تبوك المدينة المنورة. عدنا بنا الطريق مخترقا الجبال والهضاب والسهول حتى قطعنا عليه 112 كيلومتر، بعدها لاحت لنا وجهتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. فواز يوسف العمري من مدينة تبوك. أهلا بأصدقائي في ربوع بلادي، أرحب بكم في مدينة تبوك، واليوم يسعدني أن أكون معكم في زيارة مدينة تبوك. وقبل أن نبدأ جولتنا أود أن نلقي نظرة على موقع تبوك على خريطة مملكتنا الحبيبة. تقع تبوك في الجزء الشمالي الغربي من المملكة العربية السعودية، وهي المدينة الرئيسية، وتتبعها عدة إمارات وهي أملج وضباء والوجه وتيماء. والآن لنبدأ جولتنا. أول عهد لتبوك بالتاريخ الإسلامي هو دخول الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس جيش الأسرى في السنة 9 في غزوة تبوك، وهذا هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمدينة تبوك، وقد جدد بناؤه عدة مرات. كان آخر هذا التجديد على حساب المغفور له جلالة الملك فيصل طيب الله ثراه. ونعود إلى مدينة تبوك المعاصرة، فهي واجهة المملكة من الشمال الغربي، وهي مدينة جميلة ومتطورة أخذت في الحداثة والنمو حتى أصبحت مقصد الكثير من أبناء المملكة للعمل. من هذا المكان المرتفع من فوق برج مياه المدينة تطالعنا الأحياء الجديدة التي استحدثت بعد الامتداد العمراني، فنشهد من هنا حي السلطانة وحي الفيصلية وحي السليمانية، كلها أحياء جديدة عامرة بالمباني الحديثة والحدائق العامة والطرق والإنارة والمرافق العامة.